بفكرك ان انت لو عايز ترسم صورتك او صورة اي حد يخصك مهتم بيه يعني كده والجو الكلام ده، عايز ترسمها فيكتور ارت زي اللي قصادك على الشاشة، عندك صورة ليك حلوة اتصورتها بس عايز تعملها ايديت زي اللي قصادك على الشاشة ده، ببساطة ادخل كلمني دلوقتي على الانستجرام، اللينك بتاعي تحت في الديسكريبشن. كلمني على الانستجرام، بعت لي الصورة، بعت لك الايديت، احنا اتنين اتبسطنا بس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد على قناه يوسف تي يو تي. فيديو النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل تصميم المولد النبوي. كل سنه طيبين، ان شاء الله نعمل حاجه حلوه السنه دي باذن الله. كل اللي هتعمله هو صلي على النبي وتابع معايا الفيديو. انا حبيت ده ما يكونش تايم لابس او تصوير سريع او تسجيل صوت بس على فيديو سريع، حبيت ده يبقى فيديو كده زي الدروس القديمه، انه هنخوض التجربه سوا مع بعض، فاهم؟ كعاده طبعا يوسف تي يو تي، انا ما بيبقاش عندي خالص اي خطه مسبقه او فكره احنا رايحين نعملها، احنا بنخوض في التصميم كده مره واحده على طول. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ندخل على فايل نيو، المقاس بتاعنا، انا المقاس اللي متعود اشتغل بيه هو مقاس 1080 في 1350، ده مقاس اصلا البوست بتاع الانستجرام، ف هو ده المقاس يعني. تمام، نبدأ بسم الله. انا عندي الاول الصورة دي اللي يعني مش عارف اقول ايه اللي نزلها على انها بي ان جي، بس هي مش بي ان جي يعني يا اخي، حرام عليك، انا لسه متفاجئ بكده دلوقتي. هاخد القبة معايا هنا في البروجكت بتاعي، هحولها لسمارت اوبجكت من هنا عشان بس لو غيرت اي حاجه في الاحجام وبتاع ما تبصش، عشان انا عندي الصوره الاصليه بس مش مشكله. هاخد منها كوبي كنترول جي. انا عندي اضاءه جايه من الشمال وفي ظل على اليمين، بس انا ايه، انا بحب انا اللي اعمل اضاءتي بنفسي، فانا هحدد نص الصوره كده واجرب اشوف لو اخدت النص وعكسته تمام بتبقى حلوه حركه الميرور، بس بتبقى مشكلتها هي المنتصف ده. فبنعمل ايه مع مشكلة المنتصف دي؟ بخلي عندي حتة تانية من يعني بخلي عندي الصورة الأصلية، واجي هنا كده عند الصورة الميرور اللي احنا عملناها دي، أعمل ماسك وأجيب فرشة سودا ناعمة عادية كده، الأوباسيتي بتاعتها تبقى قليلة، حاجة و40 مثلا، وأجي كده بقى بلون أسود وأمسح المنتصف اللي عامل لي الأزمات دي. يعني أنا هنا هبين دي الحتة دي بلاش نمسح من الطرف لان الحجم مش مظبوط قوي، فانا بس ايه عايز امسح الحته اللي في النص اللي مبينه ان انا عامل ميرور، فاهمني؟ بين الشباك ده ممكن نمسح الشبابيك الاضافيه دي او لا بلاش، خليها عشان النور الاصفر ما يرجعش تاني. فدي كده الطريقه اللي انا اتعاملت بيها، عشان انا كان عندي اضاءه جايه من ناحيه الشمال، انا مش عايز اضاءه دلوقتي، فاهمني؟ الاضاءه انا اللي هضيفها انا في التصميم. فهضم بقى الاتنين مع بعض كده، وانا مختار الاولاني وادوس كنترول، واختار التاني ادوس كنترول اي، يبقوا في لير واحد. تمام، كان المفروض نظبط دي قبل الميرور بس مش مشكلة. الناس اللي بتسأل انا بستخدم تابلت ايه وانا برسم او بعمل اي حاجة، انا ما عنديش تابلت اصلا، انا بشتغل بالماوس بس، عشان من انصار فكرة انه لو في حاجة طريقة واحدة بس لعمل حاجة فأنا كده عبد الحاجة دي، كده اتشليت، لازم أتعلم إزاي أعملها بأي طريقة تانية. لو الرسم مبينفعش غير بالتابلت، لأ أنا لازم أتعلم أعمله بالماوس. أوكي، دلوقتي هاجي أخد هنا المأزرتين اللي عندي هنا دول، خليهم كده في أول يعني قدام خالص كده. تمام، تقريبا يعني خليها قدام كده. ممكن اخد منهم هما الاثنين كوبي ونوديهم ورا المأذنة، صغرهم شوية، ممكن نعكس اماكنهم. ماشي، هسه خلي الاثنين دول مع بعض في لير واحد، وحط لهم الاثنين بلور مثلا. تمام،
برضو نكبر المأذنة شوية، خليها تحت شوية. تمام، هنا مثلا المأذنة دي برضو ممكن نحط لها بلور بس أخف سيكة، ونبين إن هي ورا القبة مش بعيد عنها كده، نصغرها شوية برضو عشان المسافة. في عندي هنا المخطوطات ديت، طبعا شكرا لموقع خطوطي، هاخد منها المخطوطة دي خليها في نص الشاشة. بس ازاي بخلي حاجة في نص الشاشة بالظبط، او بخليها ازاي في نص التصميم بالظبط؟ بدوس كنترول ايه، فهتلاقي تحديد اتحدد لك حوالين التصميم كله كده، وانا مختار لير المخطوطة بتاعتي. هتلاقي هنا فوق ظهرت لك العلامات دي، دول اسمهم الالاين. الالاين دول او المحاذاة او الموازاة، مش فاكر كلمة كتير بالظبط. فالمهم هي الالاين ديت كده، ديت تعملها لك تظبطها لك بالطول. يعني بص مثلا هحط لك كلمة هنا وادوس لك كنترول ايه، فهنا كده خليتها لي في الطول في النص بالظبط في الطول، وكده بالعرض، فكده بقت في نص التصميم بالملي. تمام، انا بس ممكن اخليها هنا شوية، المأذنتين بتوعي ممكن ابعدهم وانزلهم سنة عشان اوسع مكان للمخطوطة. عايز بس احدد اخر المأذنة دي فين بس بقى يا بابا. تمام، هجرب الخلفية دي الاول كده. هدي كمان نجربها، نصغر حجمها شوية. تمام، هخلي المخطوطة بتاعتي بلون أخضر، بس أخضر فاتح، يعني ناخد أخضر زي اللي في الكاميرا هنا كده، ونخليه في الفواتح كده. تمام، الخلفية بتاعتي عايز أديها لينس بلور. تمام، ممكن أقلله شوية، الإعدادات هي قصادكوا لو حد عايز يعمل زيها بالظبط. مش حلو، لينس بلر، ويقلل الكم يعني أي شوية ممكن عشان تنور دي شوية. يا جدع انت متضايقناش، عاجبني شكل السما، بس في نفس الوقت النجوم كتير قوي. ممكن لينس بلور تاني، قلل الراديوس شوية وقول اوكي. ايه مفيش حاجة حصلت كده، ماشي اوكي، خلينا نكمل. احنا لسه مش عارفين احنا رايحين على فين. اوكي، عملت كوبي من اللير بتاع المخطوطة، وهعمل مود بتاعه لينير دوج اد، وهديها سنة بلور عادي كده. اه ماشي، قيمة 4 دي حلوة، بس هخش ندوس كنترول ام اللي هو كنترول ام، يعني فيها حرف كنترول ت مربوطة، واغمق كده شوية، واخد كوبي تاني واعمل له بلور تاني، وازود القيمة شوية المرة دي، وبرضه هقلل، قصدي هغمق شوية كده. واحدة كمان، وادي كذا بلور. تمام، بس عندي كل واحدة فيهم عايز اخليلها ايه اللون، يعني ايه عايز ازود الاخضرار فيها شوية، ف كنترول يو واخليها من هنا، اميل ناحية الشمال شوية، ناحية الشمال هيوديها ناحية الاخضر شوية، اخضر شوية كمان، اخضر شوية كمان لو سمحت. ممكن اغمق سنة بسيطة، وهنا اخضر خالص. تمام، ممكن اقلل الساتيوريشن بتاعنا شوية، اخد بس اللون ده. لو انا دايس الت كده بدوس على العين بتاعت اللير اللي عندي، فما بيظهرليش غيره، وانا دايس الت برضو وانا ماسك فرشة، اي فرشة كده اروح دايس الت واروح ضاغط على اي لون هيسحبه لي هنا، يبقى اللون ده عندي هنا. ارجع تاني وانا برضو دايس الت، ادوس على العين كله يظهر، وبفرشة نعمل اوباسيتي بتاعتها تبقى مثلا 30، ندي كده دوسة كده اضاءة كده حلوة.
ممكن نشيل واحدة منهم عشان ميبقاش ساطع زيادة عن اللازم. ماشي، أنا فوق كل ده عايز أضيف بقى إيه كلر لوك أب من هنا. لو دي مش مبينة عندك، قائمة الأدجستمنت دي من ويندو تجيب منها أدجستمنت هيطلع لك الحاجات دي، ومنها هختار نايت فروم داي أو مون لايت. تمام، ماشي. أنا عايز المخطوطة بتاعتي تبقى فوق لير الضلمة ده. تمام، حطهم في جروب، حط حاجات كتير في جروب ازاي؟ بدوس كنترول وحرف الجي من الكيبورد. طيب نبدأ بقى دلوقتي. أنا عايز أعمل حاجات تانية غير الرصة بتاعت المآذن دي، مش مريحة نفسيا. طيب أنا الأول بس ممكن أعمل لير كده وأجيب فرشيت الدخان اللي أنا عاملها، مش عارف أختار لسه لون ايه، ولكن تعالى نحطه. بس عايز أفصل بين المأذنة، المآذن والقبة، وفوق القبة من هنا عايز أعمل برضو لير تاني عشان أخفي بداية القبة كده، عشان حتى زي ما انت شايف هي صورة مقصوصة أساسا، فاهم؟ فا ايه نزود دخنة هنا، وفوقين بقى خالص هنا دخان تاني عشان المآذن المتقدمة المشهد دي. تمام، فأنا عندي هنا الدخان اللي ورا، ممكن أخلي لونه اوكي، ممكن نخلي اللون مزرق، ماشي، زائد 75 مثلا. هو ازرق قوي بس مش مشكلة، هنغير فيه كمان شوية. تمام، ممكن اقلل الاوباسيتي بتاعته سنة، قصدي الساتوريشن سنة، يبقى باهت سنة يعني كده. ممكن نعمل نيو لير هنا، خلي المود بتاعه لينير دوج اد، اختار لي لون زي الازرق ده كده، وابتدي اضيف دخان هنا تاني، بس مع اللينير دوج بقى بيبقى كأنه دخان فاتح كده، فبيعمل الجو حلو، واحد زي فوق خالص. تمام، ممكن بس بفرشة ناعمة امسح اللي جه من الدخان ده على القبة، مش عايز منه على القبة اصلا. تمام، نرجع بقى النايت مود ده تاني كده، ماشي. انا عايز اخلي القبة بتاعتي جاي عليها بقى انعكاس الاضاءة الخضراء بتاعت المخطوطة. فبص يا سيدي، هاجي هنا عند القبة بتاعتي كده، وانا دايس كنترول ادوس على صورة القبة فيعمل لي التحديد ده، وهاجي هنا عند ال، استنى بس الغيه الاول، هاجي هنا عند المود ده اللي هو بتاع الليل ده اللي احنا عاملينه، وانا عنده كده دوس كنترول جي فيحطه لي لوحده في جروب. فهعمل على الجروب ده ماسك، عشان مش عايز العب على الماسك بتاعه هو، انا عايز اعمل ماسك تاني غير الماسك ده. فالماسك ده كده، وارجع تاني احدد بقى القبه زي ما قلت لك، اجيب بقى فرشه سودا ناعمه كده وعلى القبه ابتدي امسح، هتلاقي الفلتر بتاع الليل بيروح من عليها. تمام، فانا عايز الفرشة بتاعتي بس تبقى 100 عادي، وابتدي اصغرها كده وابتدي ارسم
بره بره كده الإضاءة وهي جاية على القبة. تمام، وبنفس الفرشة بتاعتي بس هقلل الاوباسيتي، خليها مثلا 30، كبرها كده شوية وابتدي من بره بره كده، ادوس دوسات من هنا ومن هنا، ادوس دوسات من هنا كده، فاهم ايه؟ لانه ما يبقاش بس من هو مجرد خط شديد كده، فاهم؟ فده قبل وبعد يعني. تمام، وزيه برضو على المآذن انا ممكن اعمل جروب تاني للجروب ده واعمل له برضو ماسك كده، لان انا يعني ايه عايز اخلي كل ماسك لوحده. هاجي برضو من الجنب كده بقى فرشة الاوباستي بتاعتي، خليها مثلا 60، وامشي من الجنب كده هنا. تمام، فده كده الايه القبل والبعد. طيب هعمل نيو لير، خلي المود بتاعه لينير دوج اد، واجيب لون اخضر مخضر كده، حاجه كده مثلا هنا. تمام، واجي بقى عند اللير بتاع المأذنه، قصدي القبه، خد منه تحديده برضو، واخش بقى ايه بفرشه كده حلوه كده صغيره، فاهم انت؟ وابتدي ايه ارمي بقى الاضاءه الخضراء الحلوه بتاعتنا دي اللي انا بحب اعملها دي، اضاءه خضراء على قبه خضراء يعني، مفيش بعد كده. ما تسرحش قوي كده بالفرشة، امشي بيها ايه كده، تسرحش. ما حتة ما عجبتنيش كده هنا، ممكن بفرشة اخليها بنفس المكان كده، فرشة سودة، وابتدي امسح كده، لان الاسود ما بيبانش في الرد بتاعت اللينير دوج. تمام، برضو ممكن انا محدد كده برضو بنفس الفرشة بتاعتي بنفس اللون بتاعي، بس اخلي المود بتاعنا كده مثلا على 20 ولا حاجة قليلة كده، واكبر برضو، واروح ايه مدي ضغطات كده من بره بره، ترمي نور ما تبقاش نور ظاهر قوي يعني، فاهم؟ وندي بقى شوية اضاءات خضرة كده للمآذن. الإضاءة ممكن تقلب منك على أزرق عادي، هنحل اللقطة دي كمان شوية، لأنه الأخضر لما بيرمي على أي ضوء مش لازم يديله أخضر، بس يعني إيه مش لازم يتفاعلوا بنفس الطريقة يعني، أقصد يعني هنا الأخضر بتاعنا على درجة اللون بتاعة يعني المأذنة دي مش مدية أخضر، بس عادي هتتحل. مفيش حاجة ملهاش حل، اضحك كده اتبسط. بص اعمل بقى من معايا من هنا لير جديد من الادجستمنت ده اللي هو هيو ساتوريشن، ودوس كلرايز وعلي علي علي، خلي لونه اخضر، خليه اخضر كده. التصميم شكله حلو اهو، اخضر بس كده. نشرب مية، هاخد منه بس الكوبي الاخضر ده عشان شكلي احتاجه كمان شوية. هعكس الماسك بتاعه ونحدد بقى الحاجات بتاعتنا، المآذن والمآذن البعيدة، ونروح بالفرشة بتاعتنا ونقول لون أبيض بس بقى، ندي أوباستي 30 مثلا، ونبتدي نلون الأطراف كده. ده هيدينا أحلى درجة لون أخضر في الدنيا، خلي المود 20 مش 30، الأوباستي قصدي. تمام، حطينا الأخضرات دي كلها. تمام، فاكرين بقى الاخضر اللي احنا خدناه قلنا هيفيدنا كمان شويه؟ ده عاجبني بصراحه. هقلب المود بتاعه، قصدي هقلب اللون بتاع الماسك بتاعه، خليه اسود، فرشه بيضه، مش عارف انا هعمل بيه ايه بصراحه، بس حلو. انا هعمل الاول هنا فرشه بيضه ناعمه كده كبيره، ارمي ضي اخضر اوفر من المخطوطه. طيب انا عايز اجي بس ورا المأذنه بتاعتي اللي هنا كده،
قصدي ورا القبة، أنا آسف أعذروني، كل ما أقول مأذنة اعتبروني أنا بقول قبة، لأن أنا متلخبط في الكلمتين وأنا بتكلم. وعايز أدي واحدة كده فرشة بيضة كده وراها، لأن برضو القبة هي مهمة جدا في التصميم، ومش عايزها تبقى إيه تايهة وسط التوهان اللي ورا. فإيه نضيف سن أبيض كده ورا المأذنة. شفت برضو قلت لك مأذنة إزاي يا جدع؟ بقيت مركز معايا. ايه الاوفر ده؟ في اوفر كده ماشي. فاكرين بقى اللي احنا عاملينه للمآذن اللي هو بتاع التفتيح؟ يا نهار ابيض، تفتيح المآذن اللي احنا عاملينه هنا ده انا عايز اشيله. فرشة سودة، فرشة بيضة، اسف. يلا نبتدي ايه، نغمق هنا سنة، نغمق هنا سنة، وهنا كمان. مالك اوفر ليه كده؟ فرشة بتاعتي خليها تلاتينية كده وامسح. تمام، حلو حلو حلو. ممكن اجي عند القبة واعمل عندها فوقيها كده اكسبوجر، لير اكسبوجر، واخليه خاص بيها هي بس، عشان اي حاجة يعني ادوس هنا على العلامة دي فكده اي حاجة هتحصل تحصل للير المأذنة بس اللي هي القبة يعني. تمام، هدي تفتيح مبالغ فيه كده. تمام، واعكس الماسك بتاعه الابيض دوت واخليه اسود، فكده اختفى. هجيب بقى فرشة بلون ابيض عشان ايه اظهر منه، لان انا عايز اخلي اطراف 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 القبه لونها فاتح قوي كده، اطراف اطراف بس كده. ما واضح ان انا فعلا مش اشول، واضح فعلا ما بعرفش ارسم حته الشمال. تمام، برضو ده بيخلي القبه ايه تظهر اكتر. فاكرين بقى برضو اللاير اللي احنا عاملينه هنا بتاع هنا ده الماسك بتاع القبة نفسه؟ حدد لي يا ابني القبة بتاعتي وجيب الفرشة بتاعتنا الأسود. بس ايه بقى، فرشة سودة ناعمة بمود 20. عايزين نفتح حتة أكبر من القبة عشان ايه تبان معانا كده، فاهم انت؟ يعني كأنه الجنب ده يبقى هو المنور والناحية التانية تبقى مظلمة سيكا، فاهم؟ ماشي ماشي ماشي. زي ما احنا برضو اعكس بقى التحديد ده، اقلبه كنترول شيفت اي عشان اي حاجه تحصل تحصل بره. احنا كده هنمسح من بره، كبر لي بقى الفرشه دي وامسح لي الغمقان ده من حوالين القبه، فيعمل لي برضو ايه ضيق حوالين القبه من هنا. بس هنا بقى عندي الحته دي بقت باينه، الرسمات دي مش حلوه خالص. الفرشه البيضه معلين هنا 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 كده. تمام، انا برضه ممكن اخبيها من هنا، اعمل ماسك دي كده القبه نفسها وامسح اطراف القصه بتاعتها من هنا عشان متبقاش باينه. تمام، التصميم نفسه المود بتاعه ازرق والكلمه بالاخضر، ازرق والاخضر اصحاب، ما ينفعوش يبقوا في تصميم واحد بالنسبه لي يعني. اللي بحب انا في التصاميم بتاعتي يبقى فيه كانه خناقه بين لونين، ازرق واحمر، برتقاني واصفر، فاهم انت؟ بنفسجي واخضر. فاحنا ممكن نخلي المود بتاعنا بنفسجي. تمام، تعال هنا مع اللير دوت كده اللي هو بتاع المود الليل اللي احنا عاملينه ده، عشان كده احنا عاملينه في جروب لوحده عشان كاننا حاسس قلبنا حاسس، سبحان الله. هنعمل تاني معاه جواه في نفس الجروب بتاعه ده مود، قصدي او كلر بالانس، وندي لمسه بنفسجيه يعني، مايل للأحمر سنة، مايل للأزرق سيكا سيكا، وهات الشادوز برضو مايلها ناحية البنفسجي. واو، التصميم عمال يقلب سايبر بانك. انت اوفر ليه كده؟ طب انا نزلتك تحتيه ولا كأنه موجود، او تصدق كأنه موجود بنفسجي اكتر كده. صح، التصميم فعلا بيعمل سايبر بانك أوي. واو، احيانا بمجرد ان انت بس بتلعب في شوية تفاصيل صغيرة كده ممكن تطلع معاك نتيجة تصميم مختلف يعني، او على الاقل تجيب لك فكرة. طيب حلو، الدنيا بقى لونها بنفسجي شوية، فاهم؟ احنا للاسف في مأزق أهم من يعني
بس مش ماسك. ممكن اعمل لير زيه تاني هنا هيو ساتوريشن وكالرايز برضو، علي الضحكاه وعلي. ممكن نعمل بقى درجه البنفسجي اللي كنت بقول لك عليها بقى دي، يا عيني يا عيني شكلها حلو قوي. تمام، واعمل كنترول اي اعكس الماسك بتاعه وبفرشه. مالك حبيبي متجننش؟ في فرشه بقى بيضه كده الاوبسيتي بتاعتها 30 مثلا. ممكن نبتدي نلعب في اطراف التصميم من بره كده، ندي الضي البنفسجي اللي احنا بنحلم بيه. يا عيني مش بقول لك كده وكده، مية مية. تمام، ناخد بقى كل دوت في الاول خالص في الليير لوحده، كنترول الت وشيفت اي، فاهمني؟ ممكن بقى في فوق كل دوت اعمل بقى كلر لوك اب تاني كده، ونختار لنا حاجه حلوه كده تدي مود حلو، يعني مود عام كده شكل لطيف. بقلب بينهم اهو، احنا عاملين درجه بنفسجي حلوه بصراحه. لا حلو بجد، حلو بجد، حلو. لا اوكي مش محتاج، ميرسي. ناخد كل دول في لير تاني لوحدهم، كنترول الت وشيفت اي، وندخل من فلتر نختار نويز، اد نويز جوجين، ونختار ديت اللي مش عارف اقراها، ونخلي القيمه 6 مثلا او 4 عشان بحب شكل النويزي نويزي اللي بتعمل دي. وبس كده، كل سنه طيبين، صلي على النبي، ان شاء الله يبقى مولد كده حلو علينا وعلى حبايبنا. كان معاكم يوسف محمد من قناة يوسف تي يو تي، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. بقالي كتير قوي ما سجلتش درس من الدروس دي اللي قاعدين كده لايف كده بنسجله من غير اي تايم لابس ولا اي مونتاج ولا اي حاجة. ما تنساش تشترك في القناة لو انت مش مشترك، دي حاجة حلوة بصراحة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان بتبسط بصراحة. وتصاميمي كلها وحاجتي كلها بتنزل على انستجرام وتيك توك ات يوسف تي يو تي، ما تنساش تعمل لي فولو هناك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف تي في. السلام عليكم.